في هذه الأحداث تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين من مسافة 1500 متر، اللي في أول المراكز هذا حبيب السيد عبد الرحمن أحمد مع حبيب في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذو مهاجر للسيد أبو ذر صديق عمر في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا حبيب للسيد عبد الرحمن أحمد مع حبيب في هذه اللحظات في ثاني المراكز، في ثالث المراكز، الرابع المراكز من الجانب الأيمن رقم محجوب عني، وخامس المراكز واصل شيء للسيد أحمد محمد هيدلي في هذه اللحظات في خامس المراكز في أول المراكز حتى هذه اللحظات، ولكن تسلل من الجانب الدوني هذا مهاجر للسيد أبو ذر الصديق عمر انتزع المركز الأول في هذه اللحظات، أما اللي في ثاني المراكز هذا مغادر للسيد مبارك مبروك الرشيدي في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا شاهين للسيد أحمد محمد هيدلي في هذه اللحظات في ثالث المراكز، رابع المراكز هذا حبيب للسيد عبد الرحمن أحمد مع حبيب في هذه اللحظات في الثاني المراكز، أول المراكز هذا مهاجر للسيد أبو ذر صديق عمر مع مهاجر في أول المراكز، وهاجر مهاجر للمركز الأول والناموس في هذه اللحظات، هذا مهاجر الحفل الكريم في أول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، هذا مهاجر ويدعون مكية مهاجر للسيد أبو ذر صديق عمر في أول المراكز، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز مهاجر بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين، تهانينا والناموس على فوز مهاجر بالمركز الأول، أما اللي في ثاني المراكز أي الحفل الكريم وصل هذا مغادر السيد مبارك مبروك الرشيدي، وفي ثالث المراكز وصل حبيب للسيد عبد الرحمن أحمد تهانينا والناموس، التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 7 ثواني 77 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.